اتفضل. سلام عليك. انا كنت تحت في النافل لا قال المدير دارك. ايوه دارك. مرحبا. وصلت لك انا. يا اخي انا مشيت مكتبك خلال الشهر ده 18 مره ما لقيتك. قاعد يا انت قاعد تمشي وين؟ قاعد بس بكون بنفرد تحت بشوف العملاء بكون شغال العملاء. الشركه دي انت مش موظف فيها قاعد تاخذ ماهيه؟ طبعا. الشركة دي انت كل يوم اخر الشهر بتيجي تاخد ماهيتك؟ اي طبعا. طيب ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ ليه بتغيب؟ ما يا اخي بظروف انت عارف انه المواصلات ساكن بعيد جدا وبعدين ظروف؟ اسال عشان مركب مواصلات وهي حصل حدينا سالتك انت ما بلقاكم انتم مركبتوا انا مش شنو انا بمرق من بيتنا 8 صباحا اجي اقلب في السنه 3 مش وين يعني؟ ظروف مره مرتين لكن يا اخي ما ممكن انت تغيب في الشهر 18 يوم وتقول انا عندي ظروف. ده كلام فارغ. شوف شوف يا عادل ده كلام واضح انا بقوله لك. انا الشركه دي بعملك استيضاح وتغيب يوم واحد انا برفدك. سامع ولا لا؟ شو قلت يا اخي؟ دي مع شركه يا اخي عندها هيكل وعندها وظيفه وعندها كل شيء يا اخي. ليه موظفين يسيبوا يسيبوا يا اخي عن العمل؟ ليه؟ ليه ما بتيجي اخر الشهر قاعد تاخذ ماهيتك؟ اي موظف يتسيب عن العمل ما يحضر في مواعيده مفترض الترفيه الطوالي. قلت لي المدير ماله؟ والله المدير ده والله عذبني عذاب، انا ما اعرف انا بعدين بزعل منك كثير، انا بشوف تيجي خاشي المؤسسه دي ما بزعل الا من انا، تقول قريبنا، بعدين يا اخي انا مرتبي يخصموا لي كله يا اخي انا بخصم من نص بدل وجبه، بدل لبس، بدل ترحيل، بدل لبن، بدل اعاشه، بدل ماموريه، انا مرتبي بقى سليقه ساكت يا اخي طعم ما في يا اخي مديركم عذبني عذاب شديد يا اخي. يا زول انا عندي لك حل. ما شنو؟ تمشي لي فكي. فكي؟ ايوه. لمديرنا ده؟ هاي. دقيقة. أنا بعرف واحد نسيبته واقفل هني دي مش هذا الفكي ده اليوم الأول اليوم الثاني بقى مع نسيبته زي العسل فكي؟ أيوه لمديرنا الواحد ده؟ هزول والفكي ده وين؟ تعال وصفه ليك أبا شاشونجا باكومبا يمنى يقولوا بس موضوع ده مهلول موضوع ده مهلول أنا زي المواعيد أدي حليت شوفوا 113 متعاون هدون هليبة عيب انا السلام عليكم يا زول وينك الليلة؟ المدير ده جاب وعطاك لي بدل عليك مدير؟ مدير لنفسي يا الله تبارك حي ساكت مدير وين يا زول مدير وين 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 بعد وين بعد وين يا زول الله يبعدك انتو والله العظيم ترى شفت تتعب ترتاح راحه بعدها هذه ريازات ريازات انا ماشي انا حاخذ 3 4 شهور كده واجيكم مرتبكم ماشي مدير قال مدير يا مدير نفسك يعني نفسك يا اسمه منو يا مختار مختار الله يكون في عونك
شنو؟ ها؟ تعال 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 شنو؟ شنو؟ انا مش مدير مؤسسة دي؟ اي مش مدير محترم؟ اي ليه تعمل معي كده؟ شنو؟ اسف تجنيت؟ لا لا تجنيت مفترض تشتغل يعني معي. دي حركات في مكاتب ما سليمة، تسيب جابت لها عوارات وهزار وكلام فارغ زي ده، انا ما بينفع معي. شوف يا عادل، انا اديتك انذار قبل كده، عملت لك استضاح، انت جبت كتير من الشركه دي، صح؟ صح. اقول لك كلام عشان ترتاح وتمشي تعمل نعم نعم بتاعتك دي، انت مرفوض. الوظفين اخذتها من الي نعم نعم نعم، وتسيب عن العمل.